قالت الفنانة ميرنا وليد أنها جاءت إلى مصر قادمة من لبنان مع والدتها بالصدفة البحتة، وذلك لقضاء إجازة الصيف مع صديقة لوالدتها مصرية، وذلك بعد حصولها على الابتدائية. وأضافت خلال حوارها ببرنامج معكم منى الشاذلي المعروض على قناة سي بي سي أن والدها توفي برصاصة عشوائية في القلب في الحرب بلبنان، وأودعتها والدتها إحدى المدارس الداخلية هناك، حتى جاءت إلى مصر والتحقت بمدرسة وشاركت بعد ذلك في فيلم الراعي والنساء أمام الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل أحمد زكي. وتابعت ميرنا وليد: الصدفة البحتة هي اللي خلتني أشارك في فيلم الراعي والنساء، وكان أقصى طموحي وأنا في المدرسة الداخلية بالجبل بلبنان اني اعدي سور المدرسه، وفجاه لقيت نفسي بقيت مشهوره وبشتغل ومسؤوله عن بيت واولاد. كما قالت خلال لقائها ببرنامج كل يوم على فضائيه كون اي مع الاعلامي وائل الابراشي ان ظهورها بملابس حمراء على الشاطئ جاء في صور وصفتها بالكلاسيكيه، وان الصور تبدو وكانها قديمه في الستينيات مردفه. ايه الغلط اننا نرجع لهم حاجه حلوه تفكرهم بالحب واحاسيس زمان؟ واشارت ميرنا وليد الى انها تقمصت دور فتاه حزينه على الشاطئ، لان كل عام في الفالنتين تنتظر الفتيات غير المرتبطه حبيبها وتبدو حزينه وعندها اكتئاب لعدم حصولها على هدايا. وتابعت ميرنا وليد: هي الصور فيها ايه عشان الضجه غير الطبيعيه اللي اتعملت لها؟ الصور ما فيهاش حاجه غريبه، مضيفه 25 فن عمري ما كان ليا صور فاضحه وما عملتش عمل فيه بوسه، ورفضت بطولات كتيره وذلك خجلا وايمانا بمبدا. وكانت الفنانه ميرنا وليد احتفلت بالفلنتين على طريقتها الخاصه، وخضعت لجلسه تصوير ارتدت فيها فستانا باللون الاحمر على احد الشواطئ وفي يدها دبدوب. وادي الصور اللي اثارت الجدل، انتوا ايه رايكم فيها؟ مشكله فيها ولا في اللون الاحمر ولا في الناس اللي بتبص وبتعلق؟ هذه الصور اللي أثارت جدل جامد، هنشوف آثار تانية عن ميرنا وليد. هي والوجه الحسن تركت بصمة على الشاشتين التلفزيونية والسينمائية، طريقة نطقها وضعتها في قالب بنت الذوات. مع انطلاقة العمر بمسلسل ذئاب الجبل وبدور نرجس في هذا المسلسل، احتفظت بمكانة مميزة في قلوب المصريين. هي ميرنا وليد التي التقطها فيتو في الحوار التالي. فنانة ميرنا وليد لبنانية الأصل، ما سبب غيابك عن الساحة الفنية؟ غيابي عن الساحة الفنية جاء من أجل بناء أسرة صغيرة وتربية ابنتي مريم ومايا، دول بنتين لزي القمر مريم ومايا. وقصتي بدأت عندما تقدم لي أحد أصدقائي وصديق العائلة وفاجأني بطلبه الزواج مني، وعندما فكرت في الأمر كثيرا وجدت أن حلمي هو الأمومة وأن يصبح لي منزل أنا ملكته، ولذلك قررت أن أخوض التجربة التي أثمرت عن بيت سعيد أعيش فيه الآن. هل هناك غيرة شعر بها زوجك في بداية خطوبتكما؟ بالفعل غيرة زوجي جعلتني أعاني في بداية خطوبتنا وزواجنا، ده مع زوجها الطيار، خصوصا أنها كانت غيرة زائدة، إلا أنه أصبح أكثر هدوءا بعد تعوده على الوضع واقتناعه بأنه متزوج من ممثلة وشخصية عامة صاحبة ظروف خاصة. ماذا عن حصولك على الجنسية المصرية؟ أنا لبنانية الأصل والمنشأ، ولكنني استقريت في مصر منذ فترة طويلة ولم أحصل على الجنسية المصرية إلا منذ أقل من 6 سنوات. لماذا أنت بعيدة عن الأدوار الجريئة والسينما؟ أنا بعيدة عن فكرة الشلالية في الوسط، وهذا ما يضيع مني الكثير من الفرص، كما أنني دائما أبتعد عن الأدوار الجريئة، حتى أنني رشحت لبطولة فيلم كبير واعترضت على حضن وقبلة أثناء أحد المشاهد، واعتذرت عن الفيلم بأكمله لرفض المخرج أن يغير المشهد. أقيم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدوراته 37 بحضور العديد من نجوم الفن، والفنانة ميرنا وليد أطلت على السجادة الحمراء بعد غياب واختارت فستان أصفر. ورافق ميرنا وليد إلى حفل الختام زوجها الطيار محمود الدجوي في ظهور نادر لهما معا. وهنا كان قبل الجواز وبعد الجواز.
وده الفستان الأصفر اللي اتطلق بيه على السجادة الحمراء. مهرجان القاهرة السينمائي 37. الفنانة اللبنانية المصرية ميرنا وليد وهنا مع زوجها محمود الدول في المهرجان. وقد احتفلت الفنانة ميرنا وليد بزفافها على كابتن طيار وائل الدجوي في أحد الفنادق الكبرى بعد قصة حب استمرت لأكثر من 6 سنوات، ليسافر بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء شهر العسل. وأشارت وليد إلى أن قرانها عقد في شهر رمضان قبل سفرها هي وزوجها لأداء مناسك العمرة، وأنها اشترت فستان زفاف من بيروت بينما لوازم شقة الزوجية من السعودية ومصر. وحضر حفل الزفاف أسرة العروسين وزملاء ميرنا وليد في الوسط الفني فاروق الفيشاوي وخالد زكي ونقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا ومجدي كامل. والمخرج يوسف شرف الدين وسامي العدل وزوجته ماجدة نور الدين إلى جانب سفير لبنان في القاهرة خالد زيادة، وقام بإحيائه مدحت صالح وتامر حسني ومصطفى عمر والراقصة دينا. ده ميرنا وزوجها محمود الدجوي وهنا في الفرح. حضر تامر حسني ترقص في الفرح. من ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية ميرنا وليد لأول مرة عن صور بناتها من زوجها كابتن طيار وائل الدجوي. ميرنا نشرت صورة ابنتيها مريم ومايا على صفحتها الشخصية عبر موقع الفيسبوك وقالت: أتمنى أن يقدرني الله على تربيتهما التربية الصحيحة. الجمهور أثنى على جمال ابنتي ميرنا وأكدوا أنهما قريبي الشبه بها. دي صورة عليها هي وجوزها وبناتها مريم ومايا. أما بالنسبة لبيت ميرنا وليد الفخم فلعل النمط الكلاسيكي الذي يزين دواخل شقتها الكائنة في منطقة المعادي الجديدة بالقاهرة يؤشر إلى ذوقها وتفضيلاتها. عند دخول هذه الشقة الدوبلكس المؤلفة من دورين عبر البهو لا بد لك من أن ينتابك شعور بالغبطة بسبب تمازج طلاء الجدران السكري والأرضيات الرخامية ذات الألوان الفاتحة والجذابة. وهناك تتلألأ الفضيات البنية الداكنة والشمعدانات النحاسية الكلاسيكية في داخل فيترين معطرة بإطار من الخشب المحفور ومحاطة بمرآة. واللافت هو عدد الجلسات الوافر في قسم الاستقبال الذي يتمركز في الطبقة الأولى من هذه الشقة، بحيث يغلب اللون الأحمر القاني على مفروشات الركن الأول الذي يتألف من مقعدين وأريكة تعلوها لوحة معطرة بإطار خشبي مذهب، ويحد مقعد كل جانب من هذه الأريكة عند وسط الركن الأول تبدو طاولة خشبية مستطيلة ومكسوة بمفرش مشغول من الستان ومحملة بمزهرية مذهبة وشمعدان نحاسي وطبق فضي. وتحتل الركن الثاني أريكة كلاسيكية مبطنة بالستان الأبيض المورد بحيث تتناثر عليها الوسادات ذات الألوان الداكنة، كما يعلوها برواز ضخم مع حضور زوج من المصابيح النحاسية عند كل جانب من البرواز. وتتوسط هذه الجلسة طاولة خشبية مربعة ومحملة ببعض الزجاجات الملونة والتحف. التذكارية الصغيرة كما تملأ قطع الأنتيك الزوايا لتكمل اللوحة الكلاسيكية التي تبدو سمة هذا الركن. هنشوف صور البيت الفخم دلوقتي. يغرب عليه النبيتي الغامق، تراث كلاسيكي، في انتيكات كتير وعباليك. ايه رأيكم في ذوقها وديكورات الشقة؟ وشاركونا بالتعليقات. ستاير لايقة على الفرش وصورها مطلعة على الحيطة. شقة دوبلكس دورين. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم.